صباح الخير، صباح النشاط، صباح الامل. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو الانزلاق الغضروفي او المشاكل اللي بتجيلنا من الام الظهر، اسفل الظهر، او عامه الام الظهر كلها. ايه الاسباب الاول في الموضوع ده؟ ده المهم الاول، اللي احنا نعرف السبب عشان نعرف نعالج المشكله اللي عندنا. السبب الرئيسي في ان يجيلي الام في الظهر او يجيلي انزلاق غضروفي هو ان عندي العضلات، بالذات الام الظهر من تحت، عندي العضلات اللي من اول رجليه اللي هي السمانه او الكالبس والخلفيه والإليا والعضله اللي في اخر الظهر تحت، الاربع عضلات دول مرتبطين ببعض. لو عضله منهم قصرت بتشد الثانيه، بتشد الثالثه، فبتشد العضله الاخيريه اللي ورا هنا اخر عضله، بتخليها تضغط على الفقرات لبعض. ما هو الالام بتظهر نتيجه ان الفقرات ضغط على بعض، وده بيبقى ناتج عن ضعف العضلات وتيبس العضلات. اول حاجه لازم نعملها ونتجه ليها، بس ده بعيد، ان احنا يكون عندنا انزلاق غضروفي، يكون خلصنا المرحله بتاعه العلاجيه اللي هي العلاج الطبيعي والجلسات، ونتخلص من الكلام ده كله، بعدين نوصل للمرحله اللي هي التاهيل، ان ابقى طبيعي. التاهيل ابقى طبيعي ان انا احافظ على ان العضلات دي تبقى فيها استريتشنج او اطالات. ممكن نعمل اطالات واحنا واقفين، وممكن نعمل اطالات واحنا قاعدين. هنعرف النوعين علشان خاطر الناس الكبيره في السن هي لازم تعملها وهي قاعده. الناس العاديه اللي زينا ممكن تعملها وهي واقفه. اول اطاله للعضله اللي تحت اللي هي الكالبس السمانه دي، وانا واقف اشد مشط رجلي، لو سهله بالنسبه لي اجيب ايديا الاثنين واشد. اعرف منين ان انا عندي اطاله ولا لا؟ لو انا نزلت هنا وثبت، يبقى انا كده مرونه اللي عند العضلات الخلفيه دي مش موجوده او ضعيفه جدا او ماينس. طب لو قدرت انزل لغايه مشط رجلي يبقى انا كده صفر مرونه. طب نزلت تحت كمان يبقى انا بالموجب مرونه. طب خلصنا المرونه بتاعه الكالبس، تخش على الخلفيه، دي طريقه. الاليا نفس الكلام، وانا واقف ده لو انا عندي توازن او ثبات. طيب لو انا حد كبير في السن ومحتاج اعمل الاطالات دي لكل رجل لوحدها وانا قاعد، ده امان اكتر ليا اللي نعمله عشان ما اقعش على وشي وانا واقف، لا احسن وانا قاعد. يبقى دي المرحلة الأولية، إن أنا أعرف أحافظ على جسمي إن أنا ما يجيليش إصابة، أو لو أنا عندي مشكلة أو ألم في ظهري إن أنا أضيع الألم دي، إن أنا كده ببعد الفقرات عن بعض. خلصت الكالبس، هخلص الخلفية وأنا قاعد، دي إطالة للخلفية كده، إيد الإيد التانية كده، أنا بزود المرحلة أو الليفل بتاعي. بثبت في كل اطاله من 20 ثانيه ل 30 ثانيه عشان العضله تستفيد، واحاول اتنفس كويس عشان اسود الاكسجين داخل العضله. طيب اعمل الاليا ازاي وانا قاعد؟ بطلع ركبه لقدام، كعب رجليا في الركبه اللي ورا، كوعي العكسي انزل بيه على الارض واثبت 20 ثانيه. ده اطاله للاليا بتاعت الرجل اليمين. عايز اعكس الناحيه الثانيه، خلصت هعمل اطاله للعضلات اللي تحت، ودي اخر اطاله وهي المهمه بالنسبه لي، اللي هي ربط العمود الفقري بعضلات الرجلين الخلفيه. ده جزء، هنام على ظهري واحضن ركبتي، اتنفس كويس، ممكن اعملها وانا قاعد واثبت 20 ثانيه او 30 ثانيه. كده انا عملت اطاله للعضلات كلها الخلفيه. ازاي بقى اقوي العضلات دي عشان هي تحافظ؟ طول ما العضلات بتاعتي قويه، كل ما هي حافظت على المفاصل اللي حواليها. العمود الفقري يعتبر في كميه الفقرات دي تعتبر بالنسبه لي المفاصل، لان في بينها غضاريف، وممكن لو غضروف منهم تك على عصب هو اللي بيسمين لي اللي هو الانزلاق الغضروفي او عرق النسا اللي احنا بنسميه بالعربي. عشان اقوي العضلات دي واخلي عضلات ظهري قويه، اول مرحله ودي اسهل حاجه، ان اطلع اثبت 20 ثانيه واتنفس كويس وانزل تاني. طيب عدينا المرحله دي، عايزين نصعب فيها. ايديا هزود المقاومه،
بقت سهلة، هبعد ايدي وازود المقاومة كده، بقى انا بقوي عضلات ظهري اللي ورا كلها. طيب بقت سهلة، هنبتدي نعمل وضع الحركة ده. لو انا ما عنديش اصابة وخلاص خلصت موضوع الاصابة خالص وما بعملش تأهيل وظهري بس بيوجعني، عملت الاطالات، هبتدي اعمل وضع الحركة. اعمل 3 في 12 عدة او في 15 عدة، والراحة ما بين كل مجموعة 30 ثانية. الاكشن اللي بعدها او الحركة اللي بعدها ايد عكس رجل، ممكن اعملها واثبت، دي اول مرحلة. عايز اصعب، اعمل 15 بعد كده 15. عايز اصعب اكتر، واحدة يمين واحدة شمال، ده هيعلي التوافق العضلي العصبي بتاعي. خلصت المرحلة دي، بعد ما اخلص التمرين لازم اعمل الاطالات تاني، ده مهم جدا عشان انا كده عملت تقوية العضلة وقصرتها. ابتدي اعمل الاطالات بتاعتي تاني. اقدر ازود المقاومة بتاعتي بان انا امسك اي وزن في ايدي. لو انا في البيت ممكن ازازة مية، في الجيم ممكن امسك دامبل، اي مقاومة زيادة ضد الجاذبية هرفعها لفوق. خلاص قويت عضلات ظهري اللي تحت، عايز اقوي عضلات ظهري اللي فوق. لما امسك اي مقاومة واطلع، زي همسك ازازة مية في ايدي واطلع كده، انا قويت عضلات ظهري اللي في النص فوق. طيب عايز اقوي معاها عضلات الرقبة، ممكن احط اي مقاومة في ايدي واشد، زي استك كده، انا قويت عضلات رقبتي. يبقى كده انا حافظت على ظهري كله وحافظت على فقراتي كلها. اهم حاجة ان انا بنهي دايما تمريني او خلص تمريني بالاطالات عشان ارجع العضلة لمستوى الطبيعي بتاعها. واهم منها ان انا اتنفس كويس اثناء التمرين عشان اعلي الاكسجين داخل جسمي واخرج ثاني اكسيد الكربون مع الدم الفاسد اللي بيطلع من جسمي عشان انشط الدوره الدمويه اكتر. مع معلومه مفيده ان شاء الله الحلقه الجايه.